مالك يا حسن؟ كأنك مش مبسوط. أنا كويس أهو يا أم، عايزاني أعمل إيه يعني؟ اذكر الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله ربنا هيعوضك خير. قل لي مالك؟ مش عارف اللي حصل ده صح ولا غلط، مش قصة الحمل والوهم، بس يعني إنه الرجال. شوف يا حبيبي، اللي تشيل واد مش ولدها وتعامله كان هم وأحسن كمان، يبقى قلبها حن وروحها صفيت. الحمد لله، احمد ربنا إن اللي تال ربنا هداها. فكر في كلامي ووزن وزين. أخبار رتال إيه؟ طلعت حامل صح؟ أيوة. يا زينب، مالك مكشرة كده ليه؟ غيرانها من رتال؟ إن شاء الله ربنا هيرزقك بالخلف الصالح. أنا مش غيرانة من رتال، بس أنا خايفة عليك. زينب، احنا خلصنا من الحكاية دي، روقي. قسما بعز جلالة الله أنا ماشي على الخط اللي احنا رسمناه وأكتر كمان. بقول لك إيه؟ ما تيجي نتمشى هبابة؟ نتمشى نروح فين؟ إيه، وفي حد في البلد دي عنده أرض كانت أرضنا مرة. مرة؟ إيه؟ معلش، أصل احنا عندنا في الصعيد بنقول للست يا مرة. وإنتي أحلى مرة جابتها كريمة. مرة حلوة وقمر ومروان بيعشقها عشق. إيه؟ أبص على نوح وأجيلك. إيه؟ خلينا أبص على نوح وأجيلك. آه، نوح. أيوه، اتفضل. يا بوي، إيه الحلاوة دي؟ أمك يا واد عيالك. أنا جيت. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أبداً، أنا جاي أطمن على ست الكل. نعم، إيه اللي جابك؟ أبداً، الموضوع اللي بينا، عملت فيه إيه؟ موضوع إيه يا ابن العادي اللي بينا؟ لو أنا في بيني وبينك سابق مواضيع؟ والله الموضوع، أوعي تفتكري إن أنا هاخد منك حاجة ليا، لا والله، ده أنا هاخد الفلوس دي أعمل بيها مشروع صغير كده عشان خاطر البهيمة اللي قاعدة جنبي دي. محدش ضامن الحياة من الموت. بنتي يا سامية. أيوة يا خالتي. قلتي لي مين اللي قتل ابن حسن؟ اسكتي، مش طلع محروس؟ إمتى قالك الكلام ده؟ كان مسطول. وعمل كده ليه بقى يا بنتي يا سامية؟ قال كان معذور في قرشين وعايز يعمل مشروع عشان يأمن مستقبله، أصل مفيش حد ضامن الحياة من الموت. اخسى عليه الناقص، ده حتى عاش في البيت الكبير وكل عيش وملح. انتي عارفة يا بنتي يا سامية ان رتال متهمة اختها في موت ابنها؟ يا عيني زينب، دي بلسم، دي تتحط على الجرح كده يطيب، دي تعرف تقتل. يا حرام. ايه شغل العوالم بقى؟ انتوا هتشقطوني لبعض ولا ايه؟ بقولك ايه يا حبيبي، اللي عرفته تبله وتشرب بيه ميته وتكتم بقك ده خالص. وانا بقى من ناحيتي يعني هديك زكاة عن صحتي وعن حلاوتي وجمالي، صدقة، مساعدة، حاجة كده عشان تستت البيت الغلبانة دي وتتجوزها، فاهم؟ لو النبي فيك الخير وانت خيرة قوي. أنا ماشي. الله يرحمك يا عبد الله. يمكن اللي حصل ده عشان محبتك تنزل في قلبي يا ابن مفيد، مع ان اللي بيني وبين امك يخليني حتى ما شالكش على ايدي. يلا هنزل اعمل لك الاكل قبل ما تصحى، عرفاك زنان.
صباح الخير. صباح النور. حكيم عامل ايه؟ كويس الحمد لله. انا هنزل اعمل له الاكل. استني عايزك. تعالي. انتي كويسة؟ كويسة الحمد لله. لو عايزة تروحي للدكتور او حاجة قولي. عشان ايه؟ عشان متابعة الحمل يعني؟ عشان المتابعة وعشان كمان ابقى مطمن. خايف عليا ولا على اللي جاي؟ حتى لو خايف على اللي جاي انا راضية. ما هو لو انا مش مهمة عندك يا حسن انت مهمة عندي قوي. واكتر من نفسي كمان. هروح اعمل لعبد الحكيم الرضع. لو صحي هلوز بيه لوحدي. خلي بالك من نفسك وبلاش تنطيط. أنا قلقانة يا زينب، مش عارفة أفضل هنا ولا أسافر. ليه؟ عزت بصراحة كان عنده حق في رد فعله. ما أنا برضو اتصرفت بطريقة من غير ما أفكر هو ممكن يشوفني إزاي. يا حبيبتي ما تقلقيش، ما إحنا كلنا غلطنا وعملنا زيك. أنت فاكرة مروان؟ لولا هو كان زماني أنا دلوقتي في بيت العمدة. لا يا زينب الموضوع مختلف. مروان ابن عمي وعنده حق في أي حاجة يعملها طبعًا. ده غير كمان إن مروان بيحبك. أنا عارفة. وعارفه ان هو بيحبني اكتر من نفسه كمان. صح يا زينب، مروان بيحبك. خير يا نادي؟ رحت البيت سالت عليكي قالوا لي طلعتي مع شهد. رحت بيت ابوي ما لقيتش حد. قلت يبقى اكيد هلقاكي هنا. انا اصلي مخنوقه وما لقياش حد اتكلم معاه. أنا هتكلم مع مين؟ عمتي كريمة؟ ما هتفهمش أنا عاوز أقول إيه؟ ولا أتكلم مع جبرية اللي بيني وبينها دم؟ ولا مروان ولا حسن؟ قلت مفيش غيرك يا زينب. شهد اسمعي كلام زينب، لو بيحبك هيبقى متضايق وما طايقش روحه وعقله بيقول له أنا كيف سمحت لنفسي إن أدخلها في حياتي من جديد. لو شافك هيقلب وشه ويبقى هيموت من الغيظ. تعرفي ليه؟ ليه يا ندى؟ عشان بيحبك.